في 8 سبتمبر من كل عام بيحتفل العالم أجمع باليوم العالمي لمحو الأمية، وفي إطار وجود أنواع كثيرة من الأمية بخلاف أمية القراءة والكتابة، فإن العالم بأكمله بات في تحدي واضح أمام هذا الوباء إن صح الوصف، وهو الأمية. طيب، ماذا تفعل مصر للقضاء على وباء الأمية؟ ده سؤال بطرحه على ضيفي اللي منورنا دلوقتي، دكتور عمر حمزة، استشاري تعليم الكبار بوزارة التضامن الاجتماعي. أهلا بحضرتك يا فندم منور. مساء الخير دكتور. أولا استشاري، وأنا بقول وباء أمية فماشي مع بعض، يعني حضرتك كأنك طبيب بتقضي على هذا الوباء وهو وباء الأمية، يعني خلينا نعترف أن الأمية وباء. أكيد الأمية وباء، وسبة ووصمة، وصمة في جبين كل مصري متعلم هيسأل عنها بعد كده، إن إحنا إزاي وصلنا للمستوى ده أو العدد ده في الأميين الموجودين في مصر. مهما تعمل من برامج تنموية ومهما تقدم من تنمية مستدامة، إنما بتستنزف التنمية بسرعة قوي. يعني إحنا بنشتغل في الأمية من منطلق إن إحنا بنضمن إن التنمية دي تستدام وما تستنزفش أو ما يتمش استنزاف التنمية دي بسرعة. يعني المشروع اللي ممكن نستفيد منه يقعد 10-15 سنة، ما يقعدش 4-5 سنين، نتيجة إن اللي بيتعامل أو بيستفيد من هذه التنمية شخص غير أو لا يجيد القراءة والكتابة. فبالتالي هي وباء طبعاً. أكيد متفق مع حضرتك تماماً إنها وباء. إيه الخطة بقى للقضاء عليه؟ وهل هو نوع واحد اللي هو القراءة والكتابة، ولا إحنا عندنا خطط أوسع من كده إن شاء الله في المستقبل؟ خلينا نبتدي بالأساس اللي إحنا هنبني عليه كل التدخلات. إحنا عندنا طبعاً أكيد أنواع كتير من الأمية، إنما الأمية الأبجدية أو القراءة والكتابة دي الأساس اللي هنبني عليها بعد كده باقي التدخلات في الأميات، في أنواع الأميات المختلفة، سواء كانت تكنولوجية أو معلوماتية أو حضارية أو ثقافية أو اجتماعية، يعني كل أنواع الأميات اللي المفروض نتدخل فيها. إحنا عندنا في تكافل وكرامة، عندنا مستفيدي تكافل وكرامة، إحنا شغالين عليهم بقى لنا سنة ونص، بحوالي عندنا 62% من إجمالي مستفيدي تكافل وكرامة على مستوى مصر أميين، وده حوالي 1,300,000 أسرة من إجمالي مستفيدي تكافل وكرامة أميين، متوزعين طبعا على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية. فكنا بنتدخل على مستفيدي تكافل وكرامة من خلال المديريات في المحافظات. التكليف اللي صدر من مع الوزيرة ومع دولة رئيس الوزراء كان ان احنا يتم محو 100 مليون مواطن في 52 مركز في المرحلة الأولى من قرى حياة كريم. فبالتالي كان المبادرة اللي أطلقتها مع الوزيرة ان احنا هنمحو 100 مليون مواطن، منهم حوالي 700,000 تقريبا من مستفيدي تكافل وكرامة، وده العدد اللي موجود في هذه القرى، والباقي من افراد الاسره اللي موجوده. احنا بنستهدف في التضامن الاجتماعي عموما، وزاره التضامن بنستهدف تدخل معين في حياه كريمه، او على مش بنتدخل على الفرد، احنا بنتدخل على الاسره بالكامل. التدخل بيبقى تدخل عميق شويه عشان نحقق التنميه للاسره مش للفرد، فبيبقى تدخل على مستوى الفرد. حضرتك عارفه ان الدعم لمشروع تكافل وكرامه هو دعم نقدي مشروط، ما فيش دعم في مصر دلوقتي نقدي غير مشروط. الدعم النقدي المشروط يعني ايه؟ بنحط شروط تنموية على الدعم النقدي المقدم على أساس أنها تقبل لدى المستفيد. فحطينا شرطين أساسيين، مشروطية التعليم ومشروطية الصحة. مشروطية التعليم أن الست دي أو المستفيد يكون أولاده في المدرسة بيحضروا بعدد نسب معينة، ومشروطية الصحة أن الأسرة دي هي المستفيد وأسرته على الأقل راحوا الوحدة الصحية وعملوا زيارة ومبلغ بيها طبعا برضو مرة على الأقل كل 3 شهور، بالإضافة لرعاية الأطفال اللي هم من 0 لـ 6. تمام. فبدأنا نحط شروط التنموية دي تتحط على الدعم النقدي. ما عادش في مصر حاجة اسمها دعم نقدي غير مشروط، لا، لازم يبقى الدعم النقدي مشروط وبشروط تنموية كمان. فبدأ قلنا طب نقفل دايرة مشروطية التعليم كمان، احنا بنأكد على تعليم الأولاد، فنقفل دايرة مشروط التعليم كمان للمستفيد سواء كان الأب أو الأم، يتأكد إنه على الأقل ملتحق بفصل محو أمية أو حاصل على شهادة محو الأمية. بمجرد الحصول على شهادة محو الأمية، وده بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، بنبدا نفتح فصول اعدادي اللي من معلش الاول، الهيئه العامه لتعليم الكبار دي موجوده في كل المحافظات؟ طبعا مغطيه. طبعا الحمد لله. لا، الهيئه العامه لتعليم الكبار هي الجهه الوحيده في مصر المنوط بيها، عشان ما حدش يتعب ويقول اصل مش جنبي، اصل مش قريبه. لا يا فندم، لا 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 لا، هم بصراحه يعني برغم عددهم القليل وامكانياتهم الماديه اللي يمكن محتاجه دعم من الدوله كبير، انما بالشراكات اللي بيعملوها مع جهات الشركه بيقدروا يحققوا انجازات كبيره يعني. واحنا في مبادره حياه كريمه كل جزء بندخله بنعمل فيه محو اميه. بالظبط، بنستهدف ان القريه دي تكون خاليه من الاميه، يعني قضاء على الفقر مع قضاء على الاميه. بالظبط كده، لان هو دايما مرتبطين ببعض، بتلاقي الفقر المرض الجهل، دول ثلاثه مثلث موجود مع الشخص مباشره. فبنستهدف بنهايه المرحله الاولى في الحياه كريمه ان احنا نكون
اعلنا القريه دي خاليه من الاميه او الى حد ما وصلت للصفر الافتراضي اللي هو 7% فاقل. ده مهم قوي. ليه بنعمل ده؟ ليه النقطه دي مهمه قوي؟ لان احنا بنضمن لما بنشتغل تنميه وبنتدخل تدخل تنموي عايزين نضمن استدامه التنميه وعدم استنزافها بشكل سريع. ده واحد. اثنين، ان الشخص نفسه لما يبدا يلاقي الخدمات دي نازله له في القريه بتاعته من 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 خدمات اساسيه بقى طرق وميه وكهرباء ومباني وصرف صحي و لما باجي اقول له تعالى كمل بقى معايا المنظومه دي عشان تقدر تحافظ على ده وانت شريك معايا في التنفيذ ده بيبقى الامر جيد جدا. مستهدفين تكافل وكرامه بقى، مستفيدي تكافل وكرامه، النقطه الاهم فيها ان احنا بناخد المدرسين او المعلمين اللي بيشتغلوا مع المستفيدين دول من مستفيدي تكافل وكرامه برضو بس حملت المؤهلات. يعني هي بتروح هم بيروحوا مع بعض بتروح تقبض وبيقبضوا مع بعض فعارفاهم وعارفينها وبنعمل انكام او دخل زياده للاسره المستفيده للست اللي هي بتشتغل مدرسه دي ومعلمه. ده نمره واحد. نمره اثنين بتبقى كمان نموذج او اشمعنى يعني هم طب اشمعنى الابله ديت هي اللي لا دي عشان معاها شهاده وتعلمت فبتبقى كمان حافز او نموذج تحفيزي لبقيه زمايلها اللي هم بيروحوا يقبضوا مع بعض ويرجعوا مع بعض. احنا انجزنا لغايه دلوقتي قد ايه من اهدافنا؟ المستفيدي تكافل الكرامه احنا عاملين لغايه دلوقتي 55,000 سيده من مستفيدي تكافل الكرامه. اللي هم تم القضاء عليهم. ده تم حكومتهم تمام. وفاضل لنا قد ايه عشان لا لسه كتير. لسه كتير؟ لسه كتير بس احنا خطتنا تخلص 2030 تبقى مصر خاليه من الاميه. لا احنا مستهدفين اقل من كده. احنا مستهدفين مستفيدي تكافل الكرامه. لا احنا في 3 سنين هنكون مخلصين العدد بتاع كل الاميه 1,300,000 اسره من مستفيدين. وبندخل بقى في انواع جديده الاميه التكنولوجيه والتحول الرقمي اللي احنا ماشيين فيه عشان ما يبقاش في حد عنده اميه من الحاسب الالي بالفعل اوريدي اوتوماتيك. هي بمجرد ما بتاخد شهاده محو الاميه من مصر بيحصل فيها كده؟ بيحصل والله. والله حاجه تفرح. لا بيحصل. مستفيد تكافل وكرامه. بص حضرتك خليني اقول حاجه بغض النظر عن كمان مستفيد تكافل وكرامه، اي مواطن في مصر ادي له فرصه بس تكون فرصه زي ما بقول لحضرتك تكون فيها احترافيه، فرصه محترفه ومحترفه وبكرامه. يعني ايه محترفه؟ محترفه يعني مدرس جيد ومؤهل انه يشتغل معاه، منهج بيلبي احتياجاته وبيعلمه وبيساعده. يعني مثلا احنا بنعمل منهج دلوقتي مع الهيئه العامه لتعليم كبار خاص بتكافل وكرامه في ازاي تستخدم الاي تي ام مثلا عشان ما تضحكش عليها. ده مهم قوي جدا. مهم. كل البرامج اللي بتقدمها الوزاره ومبادرات وازاي تستفيد من خدمات الوزاره سواء بقى كان وعي او فرصه او سكن كريم. السيده المصريه اللي هي عايزه تتعلم الاي تي ام عارفه انها لازم تتعلم؟ عارفه ان لازم ما حدش يضحك عليها؟ طبعا. بتوصلوا لها الرساله دي ازاي؟ وزاره التضامن الاجتماعي من يمكن المنظمه الحكوميه الوحيده في مصر او المؤسسه الحكوميه الوحيده في مصر اللي لها انتشار جغرافي حتى مستوى القريه والنجع والعزب. يعني كل المؤسسات الحكوميه بتقف عند مستوى المركز الاداري. لا التضامن بتنزل بقى من خلال حاجه اسمها الوحدات الاجتماعيه. دي موجوده في كل قريه من قرى مصر. رئيس الوحده في القريه هو المحتك بشكل مباشر مع الجمهور والمستفيدين. وغالبا بتبقى كلامه هو بالنسبه لهم مصدق قوي. فمع حملات طبعا توعيه بتتم من خلال الوزاره والقوافل الاعلاميه والقوافل التعليميه والقوافل الصحيه كمان. وبرضه ربطه بالدعم النقدي، مربوط بالدعم النقدي.